رحم الله من يقرأ لروحه سورة الفاتحة. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة يا سيد الشهداء يا غريب كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. أو بعدما ابيض القذال وشاب أصبوا لوصل الغيد أو أتصابا هبني صبوت فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشيب غرابا قد كان يهديهن ليل شبيبتي فضلل نحيين رأينا فيه شهابا والغيد مثل النجم يطلع في الدجى فإذا تبلج ضوء صبح غاب ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب بل وكفنا ربابا فسجمت فيها من دموعي يديمة وسجرت من حر الزفير شهابا واحمر فيها الدمع حتى أوشكت
تلك المعاهد تنبت العنابا وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد التنعابا أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا ونحى العراق بفتية من غالب كلا تراه المدرك الغلابا عفنا الوطن يا حسين جينا ديار طيبة نحيي جمالك يا حبيب الله ونجيبه ولن العلية إلى طلعت محزونة وكئيبة صيح الله عن شيال الأرض الغاضرية يا حسين يا مهجة الزهرة ويا ضي العين لا وين ماشي يا حمى الإسلام يا حسين كان القصد محتوم خذنا لنصرة الدين كل شيعتك تفديك يا شبل الزكية قال الولي شيعة الكرار قصدي للتربة اللي ذكرها في الخبر جدي كرب البلا باروح ويا نجوم سعدي لازم يا شيعة تدوس صدر الأعوجية ولازم يا شيعة حرملة بسهم المشوم يصوب رضيع بمن حرى وتفيض لدمو وحامل الراي طيح يم النار مظلوم واكبر علي وسجاد السام وانصاري ضحيه ولازم يشيع تسير زينب والنساوي من بلدة البلدة بلا كافل ولا ميت تبكي وتنادي بالفضيل وين الوعد ومان الوديعة من علي وامشي سبية ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإليه أنيب قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ومولى المتقين
علي بن أبي طالب عليه السلام: يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. في ذكرى وفاة هذا المرجع العظيم السيد فضل الله قدس الله نفسه الطاهرة، نبدأ الحديث عن بشيء من الكلام في الفقرة المتقدمة لجده أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومستشهدين ببعض النصوص التي كان السيد رحمه الله مصداقاً لها، مصداقاً المصادق الروايات الآتية. إذن هنا هلاك وهنا حياة خالدة. هلاك له سببه وحياة خالدة لها كذلك سببها. أما الهلاك فهو لخازن المال، وهل هو كل من يجمع مالا؟ طبعا لا. وهل هو لكل إنسان من الله عليه بثروة؟ أيضا لا. وإنما الكلام يأتي عن حثالة من البشر تعبد ما تملك ويملكها ما تملك. بالفعل تعبد ما تملك. بمقال الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هل لهم مصادق؟ كثيرة مصادق في تاريخ المسلمين، كثيرة من الذين استحوذوا على ثروات هائلة حتى وإن قلنا بحق، حتى وإن قلنا بأنه كسبها من حلال، لكن أسرته وملكته وما استخدم هذا المال لخدمة صاحب المال وهو الله تبارك وتعالى. عندما يأتي أمير المؤمنين عليه السلام ويحفر بئرا هنا وبئرا هناك وتسقي تلك البئر ما تسقي من نخل عديد ويكون دخله هائلا جدا، ماذا يقول عليه السلام؟ يقول: بشر الوارث، بشر الوارث، ملك الكثير ولم يملكه قليل ولا كثير. بالفعل ترى عندنا اثنين من يملك المال، اثنين، واحد يملك المال واحد يملكه المال.
فالذي يملك المال هو الذي يعرف أن يوجهه بحسب ما أراد الله عز وجل، وكله ثقة أن ما ينفقه يخلف عليه. وآخر لا يملكه المال، لأنه كلما هم بإنفاق شيء في الله نازعته نفسه وخاف العوز وخاف الفاقة حتى يخرج من الدنيا متحسرا. وهم الذين ينطبق عليهم قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. هم مانعوا الزكاة، ورد في الرواية أنهم مانعوا الزكاة: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهناك ولله الحمد من يملك المال وملأ الدنيا خيرا، ملأ الدنيا خيرا بكل محافل الخير ومصاديق الخير، هم من بركات ما من الله على هذا وما من الله على ذاك. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم الأمام وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهؤلاء أحياء أموات، طبعا أموات أموات. إذن من هم الأحياء وإن غادروا الدنيا؟ هم العلماء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. وبين نوع البقاء، مو بقاء مادي، بقاء معنوي، لأن البقاء المادي مستحيل، إنك ميت وإنهم ميتون. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ألا مثلا آباء أمهات عاشوا وماتوا على تقليد مثلا الشيخ حسين قدس سره، ما شافوا الشيخ حسين، ما شافوا الشيخ حسين، ما أدركوا زمانه، وعاشوا على ضوء فتاوى، يعني تعبدوا فيما بينهم وبين الله، بينهم وبين الله. هذا الرجل الذي لم يروه وعاشوا على فتاوى كمثال، يعني ليس قبيل الحصر من باب التمثيل، باق باق بماذا؟ باق بما ترك من أثر، باق بمثاله، باق بعطائه، باق بمداده الذي يبقى ببقاء الدهر. عندنا الآن كتب ولله الحمد، عندنا كتب عمرها أكثر من 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة خطتها أيدي المفيد وأيدي الصدوق وأيدي المرتضى وأيدي ابن أبي عقيل العماني وأيدي ابن براد وابن الجنيد وابن حمزة والشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الحلي والعلامة الحلي، وعد. وإذا أعددت ستقف أمام كم من هائل من علماء حفظوا لنا هذا الدين، ولولاهم. حتى أتي إلى نص وندخل إن شاء الله إلى ذكر السيد بشيء من سيرته، ولولاهم لحصل شيء خطير. ما هذا؟ اسمع ماذا يقول إمامك الهادي عليه السلام. لما نجي نتكلم عن العلماء ودورهم، ماذا يقول إمام الهادي سلام الله عليه؟ يقول عليه السلام في بيان دور العلماء في غيبة صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه:
لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والدالين عليه والمنقذين لضعفاء عباد الله ضعفاء قلوب عباد الله من شباك إبليس ومردته وفخاخ النواصب وفخاخ النواصب لما بقي أحد إلا وارتد عن دين الله. تأمل. ولكنهم يقول عليه السلام ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. الإمام الهادي عليه السلام غاب الإمام الحجة سلام الله عليه غاب عن الأمصار والأنظار يموت الدين وينتهي طبيعة الحال جاء دور العلماء الذين يدعون إلى الله ويدلون عليه وينقذون ضعاف القلوب من ماذا؟ من تيارات أو قل من تيارات زندقة ونصب وتكفير منذ القدم إلى يومنا هذا. كان هذا دور العلماء في مواجهة ذلك الخطر. عندنا خطرين، الرواية ذكرت خطرين، من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب. عندك تأثير لإبليس في وساوسه، وعندك أيضا تأثير من النواصب وأعداء أهل البيت عليهم السلام. فمن الذي يتصدى لهؤلاء؟ يتصدى لهؤلاء علماء هذه الأمة. أولئك هم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها أولئك الأفضلون عند الله. هذا الحديث كما ذكرت لك في البداية لو أخذنا مصداقا له وصاحب هذا المجلس السيد فضل الله، وهو اسم على مسمى، ذلك فضل الله، سيد جليل عالم كبير، ولد في سنة 1934 يعني 1354 في 19 من شهر شعبان في النجف الأشرف، وولد في النجف الأشرف بلحاظ هجرة والده آية الله السيد رؤوف قدس سره، كان مقيما في النجف، ومن هنا كانت ولادة السيد فضل الله في النجف. وعندما بلغ 9 من عمره ظهر شغفه وحبه للعلم والمطالعة. أحيانا بالفعل تحصل هكذا نبوغ، نبوغ تحصله، يعني أكثر لما تقرأ سيرة مراجعنا أغلبهم نبوغ من الصغر، يعني أغلبهم نبوغ من الصغر. وعندما طبعا كان يدرس عند والده، وعندما بلغ 16 دخل بحث الخارج، دخل بحث الخارج. وكما قرأت من موقعه أنه لما حمل الشهيد الصدق قدس سره، طبعا كان يدرس على يد السيد الخوئي والسيد المحسن الحكيم رحمة الله عليهما، وكتب تقريرات للسيد الخوئي قدس سره، وحملها الشهيد للسيد الخوئي واستأنس بها،
استأنس بها، رآها تقريرات قيمة، رآها تقريرات قيمة، وعاش عمره في النجف الأشرف فترة حتى اضطر بعد ذلك أن يعود إلى مسقط، إلى بلده لبنان. الملاحظ على كل حال في شخصية هذا السيد العظيم الجليل القادر أنه كان الأديب والفقيه والمفسر والمصلح والمجاهد وغير ذلك. ولا شك بالفعل لمن قرأ في سيرته يجد كل هذه الصفات فيه، فهو أمة في رجل ورجل في أمة. له الأثر الكبير في الناحية التثقيفية والفكرية في الخليج وغيره، وأيضا كان له وجوده رحمه الله في بلادنا المحروسة من خلال مشاركات كان يأتي في موسم ثقافي سنوي كانت تقيمه جمعية التوعية الإسلامية في السبعينات. كان طبعا يأتي ويشارك، جاء أكثر من مرة وشارك في الموسم الثقافي السنوي الذي كان يحضره هو، يحضره الشيخ الكوراني حفظه الله وجملة من علماء الدين من العالم العربي والإسلامي. عاش، لو تأملنا حالة معينة، عاش مجتمعا هو مزيج بين أطياف أديان ومذاهب وتيارات مختلفة، وتيارات مختلفة، ولكن يشهد له الجميع من هؤلاء أنه كان المحبوب عندهم كلهم. يعني عدة أقوال مثلا في من مسلمين من مختلف المذاهب، من مسيحيين، من سياسيين، من مفكرين، من أدباء، من شعراء، أنصفوه لما قالوا فيه ما قالوا. وقفت على كلمة لهيكل، هذا الصحافي محمد حسين هيكل، يقول: لما زرت لبنان استفاد مني الكثير، يعني الناس، ولم أستفد شيئا إلا من السيد فضل الله. أي شهادة من هذا الكاتب الكبير. استفاد مني الناس كثيرا، لكن من حيث الاستفادة استفدت ممن؟ من هذا المرجع العظيم. عندما يجلس إلى جانبه العالم السني لا يجد تلك النفرة والانقباض والبغض والكراهية. وهذا منهج أهل البيت عليهم السلام، مو هذا منهج أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. عندما يجلس معه المسيحي، عندما يجلس معه المسيحي أيضا، شوف لما أتكلم عن هذا، لما مو أتكلم عن أشياء مجرد الآن أشياء نظرية، لا، أشياء واقعية استطاع أن يتكيف معها وأن يصنع منها ماذا؟ احتراما عظيما، مو فقط لشخصه، احتراما عظيما للمذهب الذي ينتمي إليه. كونوا زينا ولا تكونوا شينا، الإمام العسكري عليه السلام. جروا إلينا كل مودة وأبعدوا عنا كل قبيح. فنادرا بالفعل إن وجدت ذما
لشخصه، إن وجدت ذما لشخصه فتجد هذا الذم من غير موضوعه، يعني ممن يقول كلاما غير موضوعه بأمر ما في نفسه بعد أن أنصفه من أنصفه من مختلف الطوائف والأديان والتيارات المختلفة. السر في ذلك، السر في ذلك أنه يقول يعني عاش قاعدة في حياته، هاي القاعدة هي قاعدة جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأسالمن أو لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. شوف هاي الكلمة العظيمة لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، لو كان غيره قد يتصرف تصرفا آخر، ولذلك ما أغمد سيفه من ضعف ولا من وهم ولا من جبن ولا من عجز، ولكن وضع مصلحة الإسلام فوق كل مصلحة، مع العلم أنه هو الإسلام، علي هو الدين والدين هو علي، لكن حيث يبقى الإسلام ويقع الجور عليه والأذى عليه فهو يتحمل. ويقول هذه القاعدة التي بنى عليها السيد رحمه الله حياته في ذلك، فما كان يهتم بأي شيء يجري على شخصه طالما أنه كان يؤدي تكليفه بحسب قناعاته وآرائه الشرعية والفكر الذي لا يمكن أن يقيد، والفكر الذي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يقيد على الإطلاق، لأنه إن قيدنا الفكرة جعلناه في دائرة ضيقة جدا، وإذا جعلنا الفكرة في دائرة ضيقة جدا لا نصل إلى ماذا؟ لا نصل إلى غايتنا على الإطلاق. ليش؟ لأن عندنا مسألة يسمونها مسألة أخلاق. مسألة أخلاق ما ممكن يجي واحد يفكر ويصل والله الكذب مو قبيح، الكذب مو قبيح، أنا توصلت إلى أن الكذب زين لأنه يجر علي منافع، والله السرقة مي جيد، السرقة جيدة، والله الخيانة جيدة، لا الأخلاق هي الأخلاق، الأخلاق أمور ثابتة مبدئية. الكذب الذي حرمه آدم حرمه نبينا الخاتم محمد. لكن لما يأتي الكلام عن الفكر لا يمكن أن نضع الفكر في قالب كما نقع من أو نضع مثلا الكذب في 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 قالب الصدق، في قالب الأمانة والخيانة وما شابه ذلك. من هنا نجد أن الفكرة أوسع دائرة من ماذا؟ من كل شيء. بعد يبقى أن هناك ضوابط شرعية، لا شك من مراعاة الضوابط الشرعية، ومع كل فكر انطلق فيه رحمه الله تجد أنه كان مراعيا لذلك، عنده أدلته، وإن نوقش العالم فيناقش فيه ما يطرح من أدلة لأنه يناقش بماذا؟ بالسب والشتم. المجال الإنساني، المجال الإنساني، تعال وانظر، تعال وانظر إلى ما أسس رحمه الله من مجال إنساني يستفيد منه الآن خلق كثير من أيتام وغير أيتام في مجال التعليم والتدريس والمعيشة والتثقيف والفقه وغير ذلك من الأمور. أساسها ماذا؟ أساس هذا الرجل الذي جعل منهجا للاستفادة من كل طاقاته، فجعل في إطار مؤسسة لا زالت المؤسسة باقية بعد أن فقد عيانه وبقي ماذا؟ وبقي مثاله.
وبقي مثاله. طبعا لا أريد أن أذكر أمورا خاض فيها البعض وقال فيها البعض ما قال، وربما أخرج السيد حتى من عقيدته، والحال أنه كان دائما يذكر ويقول ويذكر، يعني ما خرج عن عقيدته، عن الإيمان بضرورات الدين ولا بضرورات المذهب ولا بضرورات المذهب. البعض مثلا يقول لا، البعض مثلا يعني من باب التمثيل، يعني فيما يتعلق مثلا بالتربة الحسينية، هي أقدس تربة لا شك ولا ريب، لكن يأتي الكلام هل أن التربة هي الخاصة بالقبر بالحائر أو لا بكل كربلاء؟ بكل كربلاء، فهذا رأي فقهي يناقشه ماذا؟ يناقشه الفقهاء حتى على مستوى الصلاة في القصر والتمام، هو ماذا؟ هو رأي ورأي فقهي. ما يتعلق بمظلومية الزهراء، ما أنكر رحمه الله أنها ظلمت، ما أنكر أنها ظلمت، هل ينكر أو هل أنكر بأن الزهراء ظلمت في أعظم شيء وهو الإمامة؟ أبدا، بل وقد حضر من حضر وسمع من سمع منه عندما يذكر سيرة الزهراء يصل إلى قضية الباب ويذكر مجيء القوم بالجزل والنار على باب فاطمة. أليست هذه مظلومية عظيمة للزهراء سلام الله عليها؟ وما كان أيضا على كل حال يتشنج أو يعيش حالة من الرفض المطلق لمن ثبت أيضا عنده وهو بروايات عديدة أن الزهراء سلام الله جرى عليها أكثر من ذلك، جرى عليها أكثر من ذلك، وهو ماذا؟ ضربها، إيذاؤها، كسر أضلاعها سلام الله عليها. فكل ما كان يثيره قدس سره في يعني مجال النقاش والطرح ومشاركة الناس، يعني يشارك الناس الآخرين في عقولهم في آرائهم، لكن ما يتعلق بالثوابت، ثوابت الدين أو قل ضرورات الدين وضرورات المذهب، عاش ومات رحمه الله على تلك الضرورات مؤمنا بها مدافعا عنها محاميا عنها، بل كانت له محاضرة قيمة جهدتها في الزهراء سلام الله عليها. بالفعل يضع لك الزهراء ويصور لك الزهراء بحضورها بمواقفها، كان يقارن بينها وبين مريم العذراء عليه السلام، وكيف وصل إلى هذه الحقيقة في قضية الزهراء، في وجودها الرسالي، في وجودها الرسالي والذود عن الدين بالكلمة بكل شيء، وإن أدى ذلك إلى ماذا؟ وإن أدى ذلك إلى موتها بسبب دفاعها عن دين الله تبارك وتعالى. فالبعض لا ينبغي البعض أن يعيش حالة من يعني كما ذكرنا التشنج في مسألته قدس سره، وإنما الإنسان فيما يقرأ فيما يسمع فيما يرى فيما يشاهد بحسب الضوابط الشرعية والدينية، وكل باختصاص يستطيع أن يأخذ ويعطي في أي قضية من قضايا الدين، من قضايا الدين. مثلا خلنا من باب المثال، من باب المثال يعني شيء بشيء يذكر، السيد الإمام قدس سره نعرف عن الشطرنج والروايات الشديدة في الشطرنج وحرمته، عندما وجه سؤال للسيد الإمام قدس سره
أجاب بماذا؟ أجاب بالإيجاب. واعترض عليه الشيخ القديري رحمه الله. بلغنا على كل حال وقتنا، نعتذر لكم، لكن كأمثلة بأن هذا الرأي غريب عجيب جدا. فرد عليه السيد الإمام، رد عليه بكتاب شاف واف، بأنه إنما أجاب على وفق السؤال، وهو أنه فيما لو تحول هذا الشيء إلى رياضة فكرية فهل يجوز أو لا يجوز؟ حينئذ يأتي قدرة الفقيه في تشخيص تغير الموضوع. تشخيص ماذا؟ تغير الموضوع، مع أنني أنا الجاهل لو أشوف أقول الموضوع ما تغير، لكن الفقيه بقدرته لا يشوف الموضوع تغير. وإذا تغير الموضوع تغير ماذا؟ الحكم. بعد يجي إنسان يتذرع يقول خلاص الشطرنج حلال بمطلقه، هذا هو شأنه، ما فهم الجواب. مثلا الدم، الدم في الماضي والدم في الحاضر هو الدم. فمثلا تأتي للفقهاء وهو نجس، يبقى أنه نجس، لكن لماذا يفتي الفقهاء مثلا قديما بحرمة بيع الدم، والآن ثمة فتاوى بجواز بيعه؟ ليش؟ الموضوع هو الدم، لو مو الموضوع هو الدم، المادة هي المادة، لكن ثمة أمور لا بد أن يدقق فيها الفقيه حتى يعطي فيها رأيا قد يخالف آراء فقهاء بأجمعهم. يجي يقول لك لا صح الدم، هذا هو الدم اللي كان ذا، لكن أثبت لنا الآن الإنسان والعلم الحديث أنه يمكن الاستفادة الآن من الدم إفادة لم يستطع الإنسان الأول أن يصل إليها، أن يصل إليها. فتأتي قدرة الفقيه. ليش نقول الاجتهاد هو ماذا؟ بذل الوسع والطاقة في استنباط الحكم الشرعي من موارده. فكان رحمه الله على كل حال كما ذكرنا، نختم بالمصيبة، فقيها أديبا مفسرا شاعرا ومجاهدا، مد الله في عمره بسبب وكفى بالأجل حارسا. تعرفون عن قضيته، الله عز وجل يحفظ عباده ولله في خلقه شؤون. لما خرج من مسجده بعد الصلاة متجها إلى بيته استوقفته امرأة تسأله عن حكم شرعي، وألح عليها بأنه منشغل. قال لها أنا منشغل الآن ما أقدر، أريد أمشي، وهي تلح عليه، وهي تلح عليه إلا أن يجيب. عندها نزل، هي سمعتها من في بعض لقاءاتي في بعض الفضائيات العربية، لما سأله المقدم جاء بها وأجاب بعد ذلك، يقول بقول جدي عليه السلام كفى بالأجل حارسا. فوقف، نزل عند رغبتها يجيبها عن سؤال شرعي يتعلق بالمرأة. في هذه الفترة حصل ماذا؟ حصل الانفجار الذي لو وصل السيد إلى ذلك المكان لكان في علم كان، لكان في علم كان. قضية شهيرة يعني لأن اشترت على مستوى العالم كله، هو ذكرها أيضا بلسانه قدس سره. وعاش بعدها سنينا، كانت في الثمانين تقريبا، هي ربما تكون 83 أو كذا. فمد الله عز وجل في عمره إلى أن توفي قبل 3 سنوات. يسأل المقدم كيف هذا حصل، فقال له رحمه الله كفى بالأجل حارسا. وبقي رحمه الله مع فقد عينه أو عيانه، إلا أن مثاله موجود. وهذا طبعا إلى سبب، ما هو السبب؟ بقاء العلماء
لبقاء الوجه الذي عملوا من أجله وهو وجه الله، وهو وجه الله. ولأن لله عز وجل حججاً في عباده من البشر كان هؤلاء على خطهم ومنهجهم أيضاً خلدوا بخلودهم فلن يموتوا أبداً. كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد، يموت الخالدون بكل فج ويستعصي على الموت الخلود. فانضم لأنه على درب جده الحسين وعلى درب أمه فاطمة الزهراء السلام، انضم إلى هذه الكوكبة الخالدة من العلماء الذين أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. كان عاشقا لعمته الحوراء زينب. يا زينب يا بنت رسول الله، نعرج على زينب. وكان مواظبا على زيارتها والصلاة عند قبرها وهو يعيش في كنفها، عاش في كنف عمته الحوراء محميا بها بإذن الله تبارك وتعالى. يسمع مصابها فيبكي ويتفاعل مع عمته ويتأثر ويعشق ذلك المكان لأنه أهل أن يعشق، لأنها أيضا امرأة ضحت بالغالي والنفيس من أجل هذا الدين. ونأتي إلى يوم كربلاء والحوراء عليها السلام في أول مسيرها، الحسين بعد قتل الحسين، وهي تغادر الحسين لأداء ذلك الدور الذي أدته أمها فاطمة سلام الله عليها، وهي تخاطب الرجال بكل شمم وصبر وتحمل وإباء وعزة لتأتي زينب عليه السلام كذلك. ولكن لا شك أن قلبها يعتصر ألما وهي تغادر كربلاء. لحظة الوداع مع الحسين صعبة، وأقرأ بعض الأبيات. أقرأ موشحا بين الحوراء عليها السلام في وداعها المر، في وداعها الصعب، في وداعها القاسي للحسين عليه السلام: ابن أمي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام. ولو أكلتني سباع البر ولكني ماضية عن بالرغم مني لا بالرضا تقل أنا أمشي يا أخويا حسين لكن روحي بقبرك. أنا تمنيت يا ابن أمي عمري فدوة العمرة يا أخويا الخيل داستني من داست على صدرك وسهم الله سطب قلبك صوب أمي الزهرة يا خويا ساعة وداعك صعبة تزيد علاني جسمك بالثرى وراسك براس الرمح قدامي وش بيدي على العباس عز وزهرة ايامي كفيل
ليلي توسد الزندان واني اجذب الحسرة صعب غصب امشي يا نور العين مو برضاي الغالي غصب امشي يا نور العين مو برضاي الغالي فطر قلبي المجروح بعدك صاحة أطفالي حسين كل طفلة تحن وتصيح كيف أمشي بلا والي من بعد الخدر الصان نمشي ويا العدا أسرى الله وياك فكرها وين فكرها لما ترجع إلى المدينة وتسألها أمها فاطمة بني زينب كيف تركت الحسين على الثرى الله وياك يا عيوني شقولا يا عزيز الروح لما كلا تناشدني تخلين الأخو مطروح لفت قلبي على الرضا وقلها والدمع بس فيها صياط العدا خلتني أعوف على الغبرة تحركت ناقة الحورى من كربلاء وعينها على جسد المولى أبي عبد الله اتقل بمان الله يا نور العين ساق الظعن بالعيلة بمان الله يا نور العين ساق الظعن بالعيلة رقية تصيح وتقلي أبويا وين بشكيله يرضى عني العباس نمشي ويا العدا الليلة لروح على النار وقسي دم الزندان بالعبرة تقلى يا عمي من المدينة جيت بحماك وتخلوني بين أعداك يا مهيوب من أنخاك ضرباني وين وين الأكبر الغالي انهض يا ذو عيوني شوف اختك سبية بليل بظهور الهزن حسرة وليردون مسافر يا بعد الليل نخل يا ليت من قبل السفر نقعد نوام هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي لا تقول خلتني الوديعة بغير تبسي ولا تقول عني سافر وما ودعاني راح خواتي وللقبر ما شيعه يا ليت وياك بالبار يتركوني
ولا روح حسران السرفا قلمازي أحسين بعدك لا أنا عيش. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا تدع لنا بهم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا خوفا إلا أمنته، ولا مريضا إلا شفته.